مساء الخير ومرحبا بكم في قناتكم المدهشه وفي حصتكم اليوميه سيستم دي زد. سيستم دي زد اللي تعود بقوه بثلاث ضيوف اليوم. نبداو بالاكبر سنا ولكن الاصغر عقليا. لا حادي باسكو قلت لك الحاج قبيلات زعفت. معنا علي عبدون. من هو علي عبدون؟ هو مؤلف، هو مقتبس لعده روايات لادباء جزائريين، ها منهم محمد ديب ومنهم كاتب ياسين ومنهم محمد ديب. داير انت جيتنا من بلاد محمد ديب علي عبدون، مرحبا بك في سيستم دي زاد. جيتنا من ولايه تلمسان اللي نحيو التليسبيكتاتور تاعنا تاع ولايه تلمسان. وشكون جابك من تلمسان؟ جابتك شاهيناس داود الدين ايفيدامون اللي معنا. شاهيناس داود الدين دارت اون سيري دو ريبورتاج في تلمسان وتلاقت بك تما، وانت يعني لبيت الدعوه تاعنا وجيت سيستم دي زاد. ميرسي دات فوني دو سي لوان بور نو. تشرفين انا، سي ان بليزير بور موا، شرف ليا على كل حال. شرف ليا. كاين ايكيب دو جون كو جو كيفاه. فوالا مي انت جون علينا، كي قلت صغير في العقل تسمى صغير في العقليه ماشي صغير في العقل. ها جان 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 ديسبري تعلم جان ديسبري ها انا برا انا ريت انا ريت جامي دابروندر سي فري سي فري. مرحبا بكم. انا كان ان جروب ان جون جروب دو ممبر تاع ان جون جروب اللي هو لو جروب كورديال. سي ان جولي نو، سي ان نو بوزيتيف. سي اوسي اون ديكوفرت تاعنا اكتشفناهم مع الكاميرامان تاعنا وي ام مادي اللي هما يانيس باشي ورضا. رضا رضا بندالي. رضا بردالي قريتها بندالي. رضا رضا بندالي ويانيس باشي اللي هو الماناجر تاع الجروب كورديال. مرحبا بكم في سيستم دي زاد. سي اون تري تري تقولوا لي تيليسبيكتاتور تاعنا بلي سي اون تري تري بالك الكوت كار تاعنا تاع سيستم دي زاد في هذا العام 2014. بوركوا با جو بونس كو راح نصدعوا لي تيليسبيكتاتور تاع سيستم دي زاد بالغناء تاعكم ان شاء الله. اون فو ديكوفرير دون كيلكو انستون. ومعنا كذلك محي الدين مدبر. صفيقه حاره على محي الدين مدبر اللي لا شاهين زرحت التلمسان، هو راح لولايه تمر راسد وخدم ثاني جاب دي ريبورتاج ونطامو محي الدين مدبر باش الا تعرفوا سيستم دي زاد الا ما فين تشوفوا ليميسيون. إلي سوكوب لي زافيرات تاع كل ما هي تاع لي زافيرات تاع الكتيرات اتسيتيرا تاع لومبلوا لي ميتي اتسيتيرا اي نوطامو لا فورماسيون، وين محي الدين راح للسونت فورماسيون بروفيسيونيل تاع ولايه تمر راست وجاب لنا لو ميتي دو تيسور دو تابي. نسيج تقليدي. نسيج تقليدي مليحه. نسيج تقليدي راح تكتشفوها معنا مع المتفرجين في سيستم دي زاد. شفتم شي مال فين تشوفوا ليميسيون الحاج شي تحبش لحالك نعيط لك خطرات با تو طون سانسيرمون مي جي ديكوفير جزائر تي في اترافير اتيب اللي جات عندنا باستا وخيدر و وشي عبد الباسط بن موصلي وخيدر الحي. سينو جو فوا جي اون ايدي سور ان بو سور لا غري تاعكم سور بوكو سور التلفزيون بريفي سان نوز انتيريس من دابينا نتعلمو نشوفو بيان سور سي اون شان جديده مازال كيما لي شان الاخرين. تري سامبا بوكو جون بوكو دومبيسيون سي بيان. Beaucoup d'erreurs aussi, on n'a pas l'ambition de faire de la super. Là, on a déjà C'est normal. C'est normal. On a déjà eu un peu de علي عبدون. باش نقول لكم برك بلي سيستم دي زد تبدا بين ريبريك معهوده يغيروا منها كاع لي تيلي دو موند اونتي اللي هي ليماج دو جور تاع اليوم. جينجل ليماج دو جور تاع اليوم اعزائنا المتفرجين السينمائيه. ما باش تبعتوا البارح شير زانفيتي لا سيريموني دي زوسكار. On a pas eu البارح مع الصحفيه المتالقه تاعنا هاجر تيتام هدرنا لهنايا على لا سيريموني اللي راح تصرف لي باسكو سا باس جينيرالمون طار لو سوار. ودرنا دي برونوستيك في البلاطو، قلنا شكون راح يربح شكون ما راحش يربح. بون كاين ايفيدامون يا دي جون كي اون غاني بارمي يو كانت هاجر تيتام لا كرونيكوس تاعنا. قلنا بلي لو لوندومون فا دير اسكو نافي في دو بون برونوستيك ولا لا. قالت لنا بلي اللي راح يربح لو فيلم شي فاغاني لوسكار دو ميور فيلم سي 10 يير سليف تاع ستيف ماكوين. دونك نشوفوا واش قالت لنا هاجر تيتام ونشوفوا الى ستيف ماكوين هو اللي ربح لوسكار تاع لو ميور فيلم. 12 يير سليف تاع دافيد ماكوين اي جو سي با. ان شاء الله غدوا نشوفوا. اون فيغا اليوم العشيه. غدوا نشوفوا. غدوا نشوفوا. غدوا نشوفوا. Years a Slave, Brad Pitt, Diddy Gardner, Jeremy Kleiner, Steve McQueen, and Anthony Katakis, producer. ثقة حارة على ستيف ماكوين على هاجر تيتام اللي قاستها فينالمون. صح هاجر تيتام مش ربحت.
هذا درتي تم غلطه تقال دافيد ماكوين دافيد ماكوين ستيف ماكوين ماشي ستيف ماكوين تاع وقتك كان واحد ستانو اسمه ستيف ماكوين مي ستانو موني ستانوت ستيف ماكوين شوافه جديده انا شوافه جديده وكاين ربحت لي واش ربحت الملاحه تعاودت الخير دابا كنداوي الخير وكاين كذلك امين يخلف باسكو سي تان كرونيكر تاعنا ما كاش اليوم الى برونوستيكي بلي ماتيو ماكونوغي هو اللي راح يربح L'Oscar du meilleur acteur, je trouve que c'est un peu plus que ça, ou elle est là ou là là là. بصراحه حر على امين يخلف بقى ملي داروا لي برونوستيك دونك عنده ربح امين يخلف عنده الحق دارها من فيسبوك و دوك يصرعنا والله صرعنا ولا صرعنا قبيله دارها وكاين واحد ثاني دار برونوستيك على لي زوسكار في سيستم ديزات هو انا نشوفوا واش قلت انا نشوفوا اسكو كان عندي الحق ولا لا لا انا نظن باللي اللي راح يفوز بلوسكار تاع الميور اكتر هذا العام في 2014 هو فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه ايفيدامون مخلافه ما قدرش الواحد شكون يدي هو غلط Je me suis trompé, mais la télévision jazaïre, la télévision jazaïre, le Moudjahed, effectivement, Abdelaziz Bouteflika, où elle est dans l'Oscar du meilleur film, mais c'est 10 years slave, mais pas de temps à la fiche de Hak, il y a 15 years president, c'est différent, c'est un autre film, The True Story of, The Magnifique and True Story of Fahamadou, quand tu as dit l'image du jour d'Alium. برك ناكد لي تيلي سبيكتاتور اللي يشوفوا فينا بلي عمر مزغيش لاسيستون رياليزاتور هو اللي دار هاد لافيش هادي انا خاطيني بيان سير ايفيدامون انا خاطيني ثاني شاهين سداود الدين اللي كانت في ولايه تلمسان جينجل مساء الخير عليكم ومرحبا بكم بيان سور وانا ندير الجوله التلمسانيه تلاقيت مع الفنان علي عبدون اللي هو فنان مسرحي باحث في التراث مؤلف مقتبس عنده عده روايات مع عده ادباء جزائريين دونك علي وي لا في كدير كلش الله يبارك فنان كامل وشامل كما يقولوا دونك علي عبدون هو منحدر من منطقه بنسنوس اللي جايه في جنوب تلمسان ياك شرق تلمسان شرق تلمسان دونك رحنا شفنا علي عبدون في بنسنوس دونك نحن نشوفوا كيف هذا لو فيتير توت سويت عبدون فنان مسرحي باحث في التراث مؤلف مقتبس مترجم لبعض الأعمال المسرحية الأدبية الجزائرية ولد بنسنوس بالذات بالضبط ولد موسى الدسرة تاعنا هذه اللي راكم تشوفوا فيها مرحبا بكم فيها ولد موسى منطقة بنسنوس معروفة عبر التاريخ القديم بمنطقة نوميدية
أتسنوس معروفة بجبالها، معروفة بتاريخها، معروفة بالأمراء القدامى يعني ما قبل التاريخ تقريبا، بجبالها بطبيعتها. ويعني حديثا يعني كي نقولوا حديثا في القرون الوسطى معروفة بمساجدها، بعمرانها المرموق، بتاريخها مع الأندلس، مع مدينة تلمسان، مع الزيانيين، مع الموحدين. شنو تكتسب الشيء خاص بها اللي هو الناير وأيراد اللي هو الأسد، فهي أسد هذه لعبة تلعب في الناير بالقناع حول موضوعها الأسد. حاجة فولكلورية هذه؟ لا، حاجة تراثية تلعب كل سنة في وقت الناير. نحن هذه طريقة باش تعب باش نتوما يعني تحتفلوا بالناير في هذه المنطقة. نحتفلوا بالناير ونحتفلوا بالأسود، والناير هذا وأيراد هي مدرسة الأسود، مدرسة الرجال. يعني تلعب سبعة خصك تكون سبعة باش تقدر تكون سبعة يليق لك. أنا كنت في الشارقة في الإمارات العربية، قدمت محاضرة حول الهوية الثقافية فيما قبل المسرح في منطقة بني سنوس. نموذجا تاع تكوت في الأوراس، ونموذج تاع ودريغ في ورقلة، نموذج أمغار وشقوف تاع القبائل، نماذج وين كاين تلاقي، وين كاين تقابل، وين كاين تشابه. بلي هذه المنظومة الأيرادية، المنظومة نتاع هذا المسرح، هذا النوع نتاع الاحتفال قديما في هذه المنطقة عندها علاقة، شوف، في ورقلة، في تكوت، في ولاد موسى، في الخميس، في بجاية، في لاكابيلي، كاع الناس عندها ارتباطات مع بعضها، يعني تاريخ قديم يرجعنا أو يرسلنا إلى التوسع عبر وطن ومنظومة وطنية قديمة ما قبل الإسلام. دونك كما كنتو شفتوا كانت هذه لمحه صغيره على منطقه بني سنوس اللي انت تنحدر منها علي عبدون، دونك واللي عاونتك بزاف في المسرح. دونك في الاخر شفنا باللي كانت عندكم كاين طريقه تما في بني سنوس تحتفلوا بها بالناير واللي هي أيراد. هكذا أيراد، تكلمنا شويه على هذا أيراد صاب يدير له ليون الاسد كرمز تاع هذا الاحتفال اللي نديروه بالناير مناسبة بالناير. كاين بعض المناطق يديروها بعاشورة كما في تكوت، كما في الصحراء، كما كاين اللي يديروه بعاشورة، كاين اللي يديروه بالناير. حنا نحتفلوا به بالناير، صافي يديروا كل جان يديروا أقنعة بشخصيات مقنعة وندوروا في الديار فسك الناير، كي نكملوا اللعبة نلموا الصدقة تاع الناير، بعد نقسموها على هالوين. نو هالوين شغل أيراد. إي فوالا، صح، سي فري. سي 3 ميلون. سي فري، سي فري. شيطان. C'est-à-dire que c'est hier. C'est le même principe, Yanni. Non, c'est différent. Mm-hmm. Le principe de Nair, يعني فيها البارطاج، كاع هاد اللعبه مديوره باش كي تلم صوالح الناير. اولا يتقاسموها للجوار، لاعبين الداره، لي مونور دو جو اللي يلعبوا لو ماسك تو سا، سي توت نوي ليله كامله. من بعد الفقراء، المساكين، اللي ما عندهاش اللي يدير له تريد، اللي ما عندهاش اللي يدير له مسمن، اللي ماشي متزوج، اللي مرته ميته، اللي فقيره مقطوعه كما نقولوا احنا من شجره. هذا الشيء كاع يتعاود يتقسم على القريه. وكاع الناس تذوق من ناير، سواء عندك سواء ما عندكش. بيا لو بارطاج، انا نخدم لك لولادك، تخدم لي لولادي. من اللعبه هذه تاع الاسد لو ليون أيراد بالزنتيه، كاين اللي يقول ار، كاين اللي يقول أيراد، كاين اللي يقول اغان كما لي ترقي. مي هي زنتيه على كل حال، تما هاق تما شاق ولا امازيغيه، سي لو ميم برانسيب، لي ديالكت يختلفوا. والاسد كرمز نموذجي سان بوتام اللي نحاولوا باش نكونوا في النزاهه نتاع الاسد. دوك اللي دخلوا باغ اكزومبل 20 واحد ماسك يلعبوا اسد، يبقى غير واحد بيان سور، الاخرين يروحوا لصوالح اخرين. انا ليون، بعد كاين لا ليون، كاين حيوانات اخرين. على كل حال عندها مغزى اجتماعي اخلاقي، تربط ما بين الناس، ندخلوا للديار نلعبوا في الديار بارتو بوندون 3 نوي، ثلاث ليالي تاع الناير، 11 12 13 ولا 10 11 12 ولا 12 13 14، باسكو الناير ماهوش محدد، باسكو ليله قمريه. دونك اي ليالي قمريه صب بوجي دي نوي دو دو جور سي تسويت. مسيو علي عبدون، هاد العمل اللي تقوموا بها انتم مثلا في الناير عاونتكم بزاف باش تخرج منها ادباء ومسرحيين، صافو بوكو ايدي. وي سما انا بيرسونيلمون اعتبر نفسي انتمي الى هذه المدرسه المسرحيه الاحتفاليه اللي ينتمي لها علولا، ينتمي لها عبد الكريم برشيطي، طيب الصديقي، ينتمي لها بزاف الادباء والمسرحيين العرب
وخاصة المغاربة باسكو سي ان فينومين مغربي دابور اللي موجود في المغرب موجودة في تونس موجود في بلاد الأمازيغ هذه اللعبة قديمة جدا فيها لا كوميديا ديال ارتي فيها البونطوميم فيها فيها التراجيكوميك فيها بزاف النماذج على الاوتيليزاسيون دي زانيمو في لا ليتيراتور في لو تياتر سي تري انسيان في لو موند عربي بيان سور موند امازيغ مون جو بارل دو لا ماجوريتي جو بارل دو الجيري حنا نشوفوا بلي سليمان عازم ديجا كان يغني بزاف يدير بزاف في بارابول انيمال بيان سور بيان سور بيان سور وحنايا جوستومون هادو الحيوانات حنا عندنا بزاف المسرحيات يعني كل دسره عندها مسرحيه تاعها هي كان عندها رموز سياسيه كذلك كانوا يديروا رموز تاريخيه يعني تحكي على ماسينيسا تحكي على سيفاكس تحكي على لي كونفلي تحكي على لا نيسونس دو لاني كيما واحد القريه يلعبوا اللبيه تولد تزيد ولو ماجيسيان ما يقدرش لو شامان سي لو سي لو ليون كي في كي سوف لا 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 مامو معناتها زياده تاع العام جديد الباب جديد باسكو يناير سي باب السنه لا بورت دو لاني لا بورت دو لاني سي اون دي بورت باسكو اون 12 دونك على كنت يا فنان مسرحي كما قلنا كان عندك اول مسرحيه قمت بها كان عندك 15 واسمها اليتيم تقريت في مدرسه المعلمين وين درت فيها 4 سنين تكوين باش تولي مرشد دونك هادشي كامل عاونك ايديكاتور انستيتيوتور بي ام ابري تري بيان وتعاملت سورتو مع اكبر الادباء والمسرحيين كما عبد القادر علوله كاتب ياسين ومحمد تكلم لنا على هذا التعامل معك كيفاش كان التعامل المسرحي اولا انا زايد في بني سنوس سي نورمال الثوره تسام بعد الاستقلال سي نورمال دخلنا المدينه ونا روبلاسي لي زوتر تقرينا في الوهران جي في ميزيتي داورو بيان سور قدامي في وهران على بال كاين الثلاثي لو تريونغل دو بيرميد تاع التياتر جايبين بلعباس كاتب ياسين علولا اورون اي كاكي مستقانا دوك هاد الثلاثي خطير هي مدرسه بروحها قائمه بذاتها في المسرح الجزائري في الجي كان مصطفى كاتب والاخرون في كونستانتين كانوا جماعه قسنطينه في بجايه باتري لوان يافي بقرموح الله يرحمه مجموعة كبيرة في تيزي وزو يافي سيد أحمد أقومي مجموعة مي أورون بدات يافي هاد لو أورون سي كاتب ياسين أبو العباس علولا كدا إي موستا سي تيكاكي فوالا سي أن بو سا أنا كبرت في وسط هاد تريونغل أون بليس جي في بوكو دو ليتيراتير أوسي دونك انا لا فورماسيون تاعي في الحقيقه سوبيريور سي مانجمنت جي في مانجمنت مي دابور جي ابري لو تياتر اون طون كاماتور لو كونسيرفاتوار ليكول نورمال دانستيتوتور و جي في مي برومي با ومن بعد تعلمنا الادب لا ليتيراتور لا فيلوسوفي تو سا قعدت انا في المنهج هذا الادب الجزائري تخصصت في الادب الجزائري والهويه الثقافيه الجزائريه واش داك المانجمنت نو شداني من السيركوي المسرح المانجمنت اوسي وعلاش عاود توليت للادب باسكو سا سخي بيان نكونوا عبراس نفهموا للناس بلي لا ليتيراتور دون لا في المدرسه علمتنا نقراو الكتب علمتنا نقراو الكتب انا دخل بنتي لا بنجامين دخل بيتها عندها مكتبه اكثر من القش جايه من عندك انت من لي بارون سي نورمال سي نورمال مكتبه تعلمنا في المدرسه نقراو الفرنسي العرب لي رومون اون انجلي لا شونسون كومبوزي لا بويزي سي المعلمين سي الاساتذه لي ريزومي لا ليكتور اوبليغاتوار حاجه اللي ماهيش تيكزيستي دوكا شكون شكون قرا الحريق شافوه في التلفزيون دوكا كان الجينيراسيون شكون قرا نجمه شكون قرا ملك حداد شطوفري ريون غازيل شكون قرا لا ترافيرسي دو مولود معمري سي با السينما ما قراوش مولود معمري اللي اون فيتي اون كوميموري لانيفرساري دو ديسباريسيون تاعو شكون قرا مولود فرعون في دلجيري اي دونك حنا تعلمنا ايمينغوي بوكو دوتر يعني المدرسه هي علمتنا نقراو انا قعدت مرتبط بالادب الجزائري بالتراث الجزائري جي ترافاي شير محمد ديب باسكو شوي فونداتور دو لاسوسياسيون محمد ديب اتلامسان كومام بوندون كي ليتي فيفون ومن بعد سي لا فونداسيون ومن بعد جي بوكو ترافاي مع لي زيليمون دو لا فونداسيون محمد ديب وانا بوكو ترافاي سور لوفر دو ديب en français en arabe on était en allemand j'ai dirigé un laboratoire de littérature et théâtre Mohamed Dib en allemand ودرت اقتباس تاع روايات تاع محمد ديب واقتبست قهوة الرمانة قهوة الرمانة درتها كمسرحية قهوة الرمانة 2011 خدمتها en 4 langues français anglais arabia et amazigh bien sûr avec un atelier de makouda avec la fondation on a fait en arabe et en anglais ومن الفرقة تاعي مسرح العفسة تيليبسان خدمناها بالشعبية وتاني من الأعمال تاعك مسيو عبدون دونك درت اقتباس تاع مالك حداد نوبة لغزلات مالك
Et c'est parce que c'est toujours dans la continuité après avoir travaillé Nejma, Katbiassine. Katbiassine, ce n'est pas uniquement Nejma, j'ai travaillé toute l'œuvre de Katbiassine. C'est ce que tu veux dire avec l'autre Kamel pour finir avec Nejma et avec Katbiassine, qui a fait l'iqtibas de Nejma et une autre histoire. J'ai travaillé avec Malik Haddad, le dernier nom que j'ai travaillé avec Malik Haddad, qui s'appelait Nouba les Ghazales de Malik. C'est uniquement pour les Ghazales de Malik. C'est Hausala inspiré des œuvres de Malik Haddad. Où la gazelle revient. Où les gazelles. J'offre une nouba pour les gazelles. Mais j'offre une nouba d'abord. Qui m'a dit qu'on a un gisser au fait l'imsan, quand le Malik Haddad, il avait du mal à s'exprimer en langue arabe. Oui. Quand il m'a dit qu'il parle en langue arabe, il a fait la langue qui est la maçette de lui. On dit qu'on a fait une place, il a mis le clim et le douaïa, et il a mis le smak, comme ils disent. Il a souffert de sa tab. وسوفرا اللي ما كانش يحسن العربية لأن شعبه العربية وسونس بوبولار هو كان يكتب بالفرنسا باش يقول لهم شي با ان فرونسي باش يقول لهم على لا تراجيدي بالفرنسيس مي اون فوا الاستقلال شاب اللي الشعب تاعه ما يفهمش اللغة الفرنسية وما يعرفش هو ما يميتريزيش اللغة اللي يتكلم بها مع شعبه فايلا ديبوزي لا بليم ديبوزي لو ستيلو تهمش شوية مالك حداد عاش من في اللغة تعرف للأدباء كما هو نو 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 ستان جران ستان جران كي كوطواي لي جران ستي ان امي دو كاتبياسين ستي ان امي دو ديب لو بير سبيريتيال تاعه مي هو سوفرا باسكو ما يتحكمش في اللغة اللي شعبه يفهمها محمد ديب تاني لا سوفر كاتبياسين لا سوفر دو سا معمري لا سوفر دو سا تو الموند ا سوفر دو سيت لونغ دو سيت اكزيل C'est un bétain, ok. Bien sûr, mais parfois c'est un tragédie. Mais parfois c'est un exil. Kima Malik Haddad, pour lui, c'est un exil. Il a arrêté d'écrire en français. طبعا دونك نقول له الشعر الكاتب ياسين والروايه اللي عاودت تلتقط بصها تاع نجمه اللي درتها مسرحيه واللي على بري ان تيتغ دات ان تيتغ العام اللي فات هي خدمناها مع شيخنا عفوا قلت لك ان تيتغ ان تيتغ سي اوسي ان تيتغ وي مع أستاذ محمد بن عيسى لو غران محمد بن عيسى اكتر ميتر انسيان كومام كي يجي بوكو ابري على كل حال طلب مني نخدم نجمه مي با با لو رومان سي توت لوبر دو كاتب ياسين دونك جي ترافاي سور كادابر اون سيركلي بوليغون ايطوالي الاجداد لا فام سوفاج با لو صندال لا فام سوفاج كل اللي يعرفها لو فوتور بوليغون ايطوالي كادابر اون سيركلي نجمه Les cercles, le cercle de représailles. Donc on a ramassé tout ça, on a réuni ça pour que nous puissions faire un peu de l'histoire de Nejma et de l'histoire de Nejma. Parce que c'est un roman, c'est-à-dire un roman clé. Plusieurs romans, plusieurs. On a essayé de simplifier, parce qu'il y a les circulaires, mais il y a la race. Donc on a essayé de faire comme pour les enfants, un conte. De là, des personnages, de là, cinq personnages. Cinq Nejmat. الرئيس برينسيبال جبتها من طمرست على كل حال محي الدين يعرف ليكيب يسموها وهبه الا لي بري في خنشله لا يبري محي الدين كيقتلوا جبتها من طمرست يعرف يكوني كوني الكارتي دونك سي تي في سي ان كوميديان من طمرست باسكو جافي ديريجي دي ستاج دو فورماسيون بور لي جون دو سود دونك جبناها دات برومي بري هي كممثله والناس ما كانتش تظن باللي نجمه نتاع كاتب ياسين تقدر تكون كحله. ايه بوركوا با. إيزون أوبليي كو لالجيري 80% تاعها سي نوار. بيان سور. تري سي بوتي هو يبارل دو سا يقول نجمه على فان سي اون ترقي كو جو دو ليمزات بور سي سولدا. دونك نجمه مع تالي تخلق جيش تاع نسا يبيعوا ذهبهم يحطوا ذهبهم ويرفدوا السلاح لي فام يسيال كي ديريج يسيال كي كومبا لي فرونسي وتموت تموت ينقبها العقاب. سي تيريبل ويقول لي فرونسي منا العقاب من الفوق والطوار صحابها مصطفى والطاهر جايين صدر لي اونتر تروا 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 زونتاغونيست العقاب يحوس يقتلها وفرنسا تحوس تقتلها ولي دو كومبانيون دو روت واحد فيهم يحوس يديها دونك يتقاتلوا مع بعضهم C'est la fin de Nejma. C'est une belle pardon. Pardon, est-ce qu'il y a un droit à l'iqtibas, c'est-à-dire les déroulés d'adaptation dans les romans ou les livres enfin, souvent, ça ne marche pas. Est-ce que, parce que le roman هذاك ولا لو ليفر ندار باش يقعد هذا ليفر ولا يا دي جون لي جون اللي حكموا يعني اللي داروا الاقتباس ما نجحوش ولا والله ما نقدرش نقول لك الاقتباس حرفه ديجا سميتي اقتباس معناها اعاده ابداع حنا في لو كا تاع نجمه اون ترايزون تاع لوفر نو حنا في لو كا تاع نجمه اون ايسي دو سامبليفي اي دو بارلي لا لونغ بوبولار اللي كان يحبها
كتب ياسين بورتون كتب ياسين ميم في الهضره تاعو اللي عمرها ولا تعلمها ولا كان يميتريزيها لا لونغ بوبولار دونك حنا وانا يسيد دتر تري بروش دو بوبل الشعبي والصوص الشعبي باسكو انا ككاتب انايا اقول على نفسي بلي انا اتحكم في اللغه الشعبيه وليس في اللغه العربيه لغتي حوزي لغتي شعبي لغتي غيوان لغتي ملحون لغتي بنقيطون لغتي نقولها خالدي قولها فامي سي صار ما لونغ انا دونك جي سي دتر ميديوم ما بين ديب محمد ديب والشعب ما بين كتب ياسين والشعب ما بين مالك حداد والشعب اون جوون سور لا لونغ بوبولار اللي ضاعت ما راناش نهضروا في المسرح اللغه العربيه في الجزائر مهمة بعض المرات مي فو سادريسي او بوبل كي كوني با كاتب ياسين اللي ما راحش لليسي اللي ما قراش كاتب ياسين كومون سامبليفي اي بوسي لي جون ا لير كاتب ياسين اون عرب سي لي ترادوي اون فرونسي سي لو بوف مي او موان بالشعبية باسكو هو سي سون فو هو حط ستيلو بالفرنسيس ودار المسرح باش يتخاطب الشعب الشعب با انيكمون النخبه اللي تقرا فرونسيس بصوا على عبدون بون كما يقول لك الوقت يداهمنا وانت يا لازم تروح ومن بعد عندك طريق باش ما ندوش بزاف من وقتك يعني فريمون يعني الدومين هذا تاع المسرح كبير وانت راك فنان كبير في المسرح وعندك اعمال كبيره اي تو دونك لا ديرنيير كيسيون لا ديرنيير كيسيون اللي نبوزيها لك كيفاش راك تشوف في المسرح الجزائري مو جادور لو تياتر الجزائريان دابور المسرح الجزائري يتميز بحاجة حرية التفكير وحرية التعبير ما كايناش في الميادين الأخرى ما كايناش في المنظومات الأخرى ما كايناش في التلفزيون ما كايناش في الراديو ما كايناش في لي جورنو كاين غير في التياتر سي با نوفو ما في الثمانينات ما في لي زاني دو بلان كان تشوي ان ليبرتي دو تون كيفاه من لا فلان من الثورة يعني هذا التمييز الأول تاع المسرح الجزائري وشفناها في الخارج احنا كنا لا ديرنيير فوا جونفي كنت في الشارقة في المهرجان العربي للمسرح عندنا جرأة في الطرح وديناها جبناها 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 بلاشير جبناها سي با سامبل ماشي غير يطيح عليك مع الرعد في الماروك يتورنو تور دو بو في تونس يفون فير لا تكنيك مي حنا اوني فريمون ليبر دو بونسي اي ليبر دو سيكسبريمي في التياتر الجزائري بايي بوكو ديجا سا اون ا بايي لو تريبي ثاني التمييز نتاع المسرح الجزائري هو مسارح جهويه رانا واصلين 14 مسرح جهوي آلاف الجمعيات آلاف الممارسين المستقلين جيل جديد كاع راه في التياتر يعني انتاجكم سي بلان دو سي 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 فريمون سي انورم كوم مرسولش ايمان في التياتر اللي خاص نورمال كوم ان بي اون ايمرجونس ارتستيك خاص تكوين تكوين معهد واحد في الجزائر ما يكفيش دونك عندك نتايا فلافونير واش كاين كوم بروجي تو راني طالع على عندنا باش في لونسي ان برودوي غدوه ان شاء الله وان مان شو يسموه طونطانو دو طونطونفيل طونطانو سافو دير طونطانو راح دير الحس طونطانو طونطونفيل سي كيك شوز دو سنوب سي كيك شوز دو كلاس هي قريبه للتياتر ناسيونال الجزائريان سي ان كافي قدام تي انا جوستومون سي ان روغار كريتيك سو لو تياتر اترافير ان سبيكتاكل ان وان مان شو كي با يتر برودوي بار جمعيه التعاونيه اقبال عندنا باي جوي بار خليل كابوش جون فريمون بيان كو جادور كي ترافاي افيك مو طون كاسيستون باسكو خدمت العربي بن مهيدي الوجه الاخر في عنابه لا دنيير فوا سان تكست كو جي يكري العربي بن مهيدي الوجه اللي ما يعرفوهش الناس خلاص يعرفوا كدا كدا مي بوكو شوز مي لو ايرلاند تو شاب بالك يفون كونيتر ان بو نون انسان البسيط انسان اللي حافظ فضيله الجزيريه انسان اللي يدخل السينما انسان يلعب فوتبال يدير تياتر كون اسباسا شكرا يعطيك الصحة محمد علي عبدون عفوا محمد عبدون كاين محمد عبدون كاينين بزاف سمير عبدون اللي عبدون بارتو في لاجيري في كات كونزيبيز احنا فوتبال فوالا نشكرك بزاف كي لبيتنا الدواء ويعطيك الصحة شكرا لكم عبد الله ليكيب كاع اللي بينك باسكو كيما قلت لك العنابة اليوم يوم تورناج يعني تاع ليميسيون قبل ما تروح علي عبدون حبيت نسقسيك اسكو تعرف لوديسي دومير وي تاع اوليس الى اخره وكانت واسمها مرت اوليس اللي كانت تسنى فيه بينيلوب 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 معروفه بينيلوب اللي كانت تسنى في اوليس هو كي كان يحارب ايتسيتيرا كان يتبحر باللي كانت تنسج وي واش كانت تنسج ان طابي ابسوليومون سا طومبي باسكو محي الدين وقت تلاقى بينيلوب في تامر راسد
السلام عليكم لدي زاد. اليوم من مركز التكوين المهني والتمهين ابن رشد 8 راسات غادي نتعرفوا على التخصص كما قلنا النسيج التقليدي واللي غادي نتعرفوا عليه مع الاستاذه الدين مبروكه استاذه متخصصه في صناعه النسيج التقليدي. نشوفوا توت فيت. دونك مدام رانا في تخصص نسيج تقليدي يعني مدام بور كومونسي اسكو كاين فرق بين كيما نقولوا الخياطه كولتوريي ولا طايور يعني والنسيج هنا يعني اسكو القواعد يختلفوا ولا نفس الشيء؟ بالطبع القواعد يختلفوا، الخياطه حاجه والنسيج حاجه واحده اخرى. الخياطه هو انه يجيك القماش جاهز تفصل، بصح النسيج هي اللي تركب التسديه تاعها باش تركب النسيج تاعها. بدايه تكون من الرسم للماده اللي رانا حابين، الماده اللي رانا رايحين نخدموا بها، الماده الاوليه من الرسم، بعد التسديه ركبوا التسديه تاعنا هي هذه، ومن بعد كي ركبوا التسديه تاعنا نقوموا بالعمليه تاع الانجاز تاع خيوط اللحمه فوق السيده. داكور، يعني مادام كيجي المتربص هنا اسكو لازم تكون عنده معارف من قبل، يعني يكون عنده دي كونيسونس من قبل، يحب الخياطه ولا المراه اللي تجي تكون خيطت ديجا في الدار ولا ماشي شرط؟ يعني تقدر تجي لهنا وتكتسب كلش؟ مش شرط تكون تعرف، مادام مركز التكوين هو اللي يعلم هو اللي يكون، يعني المتربصه ولا العامله المتربصه تجي برك، هي تجي وحنا نتكلفوا بكلش. يعني المتربصه تتعلم كيفاش تخدم النسيج والابداع والرسم، وثاني تتعلم كيفاش تستعمل الاله اللي شويه تستعمل صعبة. نعم، علموها كيفاش راح تستعمل الاله بطريقه صحيحه. كي تتعلمها بالطريقه الصحيحه هنا راح تتفادى الخطوره بطبيعه الحال. كاستاذه واش تقدري تمدي يعني باغيزومبل النساء اللي راهم في البيت وحبوا يتعلموا ولا النساء فتيات ولا صغار، يعني مش تقدري تمدي لهم كنصائح كارشادات يعني باش ينجحوا في هذا الميدان ان شاء الله في المستقبل؟ الانسان مش شرط باش يفتح مصنع ولا باش ينتج لذاتها نفسها، يعني توفر المستحقات تاعها، تخدم لذاتها نفسها للبيت تاعها، تعجبها حاجه تبقى تبدع فيها تخدمها لنفسها. هذه هي النصيحه اللي نوجهها. Voilà, c'est bien déjà d'avoir des établissements spécialisés dans soit le tissage traditionnel ou les métiers d'artisanat ou les métiers traditionnels en général. Qui m'a le centre de formation, qui m'a fait Abdallah Ibn Rushd. Oui, je trouve que c'est une très bonne initiative pour préserver le patrimoine algérien quand on parle de tissage, métiers traditionnels, métiers d'artisanat. Je n'ai pas oublié l'Algérie, elle possède un riche patrimoine. On parle de tissage ou de taqlidia ou le hiraf et tout. Chaque région a les tapis tawha, qui m'en a fait le barnos, je suis amené les tapis, ou le bourabah, ou bien sûr les matratash, mais le bourabah, qui ne jamais. Le bourabah, c'est une couverture à l'ancienne, 100%. Avec justement, c'est le patrimoine algérien. Voilà, sinon les métiers ado, bien sûr, des familles ou des rares, et puis c'est l'identité algérienne. Le هدف تاني تاع مركز التكوين المهني هو باش يعلموا لي ستاجير، يعني ماشي غير لي طابي كيما شفنا تاع 8 راسات، مي كيما قلنا لي طابي تاع كاع لي ريجيون كاين بليزيور طابي، دونك يعلموهم كلش ميم باش ما يكونش عندهم ان بروبليم مع لي كليون. سا ديبون لو ستاجير هذا وين يروح يخدم ولا شكون الكليون اللي يجي عنده. وي ديجا حنا كي رحنا باغ اكزومبل غردايا اذاك شافي عبد الله يابا هدرنا مع اللي تخدم زرابه درتها نتايا نسيت الاسم تاع الحاجه، دونك قالت لنا بلي حنا في الدار اللي نتعلموا، دونك نتعلموا لو كان ما تعلمناهاش مع لي بارون تاعنا امبوسيبل تقعد لنا الحرفه هذه. دونك كيسبير اكزاكتومون donc vraiment les kainins qui voilà les kainins hakda في les centres de formation je trouve que c'est très très bonne initiative. Hadja hadik la région Mdabhia je crois Mdabhia voilà derrière voilà ou kima lada nchoufou bien sûr raï les stagiaires tout de suite. Bien sûr. Msa lkhair Hadja. Msa lkhair. Ki raki Msa lkhair alhamdoulillah. Galo li bli nti hiya lfannana hnaya في الورشة.
صحيح نتمنى ان شاء الله ان شاء الله. حاجه قلتي لي الساعه قلتي لي مام المقص جيت ما نعرفش نحكمه ودروك انا عارف نحكمه الحمد لله ما كنت نعرفش حتى كيفاش نركب المنسج ما كنت نعرف يعني صعيب هو الحساب الحاجه باش ديرها من الرسم ديرها زربيه المره الاولى صعيب صعيب يعني كيفاش كانت البدايه تاعك ماذا كنا ما نعرف والو ما نعرفوش نشدوا المقص ما نعرفوا نقصوا مستوى بدرك الحمد لله كي نجيو نشوفوا في الورشه هنايا بالك انت يا صغيره لا لا والو داك هو انا ما نيش زعما لاباس بالك صغيره في العمر بصح كبيره في ايه والو لاباس تبارك الله الحمد لله صالح تما بالك هاي منافسه بينك وبين الحاج الهدف تاعك انت الاول كي درتي تسجيلات وشنو هو زعما تكتسبي حرفه وتقعدي في الدار تخدمي العائله ولا ديري مشروع ان شاء الله ان شاء الله متمنية ندير انا مشروع مع الوقت قلت ندير شو مشروع ونكتسب الحرفه ونعلم اللي ما هو عارف هذه الحرفه نعلمه كان عندي مشروع باش نفتح مشروع نعلمها نروح الناس اي كانت الفكره بالك باش ما يموتوش هاد الحرف التقليديه التقليديه الجزائر قاعد يمثلوا نقول كاع المرات ناكسات في البيت يجيو يتقدموا للتكوين باش يسجلوا باش يتعلموا هاد الحرفه زينه مليحه تفيدهم نفسهم وتفيد يفيدوا بها غير حد ثاني الحاجه انت راكي ماتل وش تقولي زعما النساء اللي يشوفوا فينا ولا ماكيتات في البرد في البيت ما يعرفوا والو ابار الطبخ نقول لهم يخرجوا يجوا يتعلموا خرجوا يجوا يتعلموا كيفنا فوالا الماكيتات في البرد في البيت فوالا كيما شفنا لا بليبار الاغلبيه كانوا امهات يعني متزوجين وعندهم دراري ويجوا يبغاو يتعلموا سواء باش يديروا دي بروجي ولا يتعلموا في الدار هذا ما يكون الا حافز يعني الامهات ثاني ويكون حافز الفتيات اللي بالك مر رسوب دراسي ولا ما ساعفهمش الحد باش الحظ باش ينجحوا في القرايه يروحوا لي سونت فورماسيون يتعلموا باك باك بلس 3 باش فورماسيون لا لا نقصها بالمغلوب وثاني الاغلبيه جاوا ما عندهمش معلومات يعني ورقه بيضاء وتعلموا راهم لاباس بهم سينو يعني لا فورماسيون هذه لازم لها شويه برك حسابات هذا ما كان ماشي حسابات لازم تكون ماتيماتيسيان ولا حسابات صغار تاع لي فيل هادو كيما شفنا لازم اتقان لازم كونسونطراسيون فوالا سينو لا فورماسيون فيها بور لو ريزيدونسيال يعني الاقامي كاين 12 mois de stage plus 45 jours de stage pratique ou كاين ثاني بون son niveau بلا ما كاش يعني ما كاش شرط تاع مستوى ولا ما كاش شرط تاع العمر وثاني بور لي فام او فوي اللي شفناهم 6 mois de formation كاين لوبسيون ابرونتيساج يعني الناس اللي يكونوا يخدموا ولا النساء اللي يخدموا ديجا وبغاو يدوا ان ديبلوم ويزيدوا يتعلموا اون فورماسيون دو 18 mois 25 ans pour les garçons يعني رجال و 30 ans pour les filles voilà sinon الآلة هذيك بالك كاين شحال يحوسوا يفهموا على الآلة هذيك شحال دير الآلة الكبيره يعني اللي فيها 2 متر دير entre 17000 و 20000 يعني 1,700,000 شغالين يعني ما باش الناس باش يبدوا يا لو كان في الدار ويا لو كان يتعلموا يعني التيساج يا لو كان يخدموا لاولادهم ولا العائله تاعهم Bien sûr, fait à Dara. Bien sûr. Voilà, c'était notre métier. C'est une excellente initiative. On cherche la situation du Marrakech de Kumil Mehani. Je dirais que les métiers traditionnels. Mais comment je place avec, par exemple, je fais de mon arrest. Quel le Marrakech de Kumil Mehani pour le Jazair? On cherche la balle. Je dirais qu'il y a les métiers traditionnels partout. Quel les centres de formation? Mais si quel les centres de formation qui mettent mon arrest, c'est les métiers traditionnels, les métiers d'artisanat. Mais qu'est-ce qui n'empêche que qu'est-ce? L'air comme quoi, Jazair, mais qu'est-ce qu'on lance? Je voulais la faire quelque chose. On sait bien tenir pour sauvegarder et préserver le patrimoine. C'est une excellente chose. Je fais à Dara. Oui. Quand on peut gagner de l'argent en faisant des trucs bien, il y a des choses à m'aider dans مرحبا بكم ثانية فرقة كورديال دوك نقول لكم شكون يانيس وريضة يانيس ريضة مرحبا بكم في سيستم دي زاد فرقة كورديال اكتشفناها عن طريق ان كاميرامان تاعنا اللي هو وئام مادي وئام مادي اللي مشكور الى في لو ترافاي دو جورناليست باسكو جا شافكم وحده هذا هو سيستم دي زاد يا دراني منو يحفر وئام سلموا عليه يحفر لكم كاع Franchement, dans le bureau, on a été conquis. C'est une très très belle découverte. Je suis très heureux de vous dire que vous avez une affaire cordiale. Je vous fais un reportage avec Amadi et nous allons vous dire. Je
الشمعة اللي حرقنا طوت عليك يا غزالي عليك عليك يا غزالي يا الغالي أملي مل 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 يا الغالي ذيك العسلة اللي شربنا لذت وشربها حلالي لذت وشربها حلالي يا الغالي أملي مل 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 ديك الشمعة اللي حرقنا طوت عليك يا غزالي عليك عليك يا غزالي يا الغالي أملي مل 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 يا الغالي ديك العسلة اللي شربنا ذدت وشربها حلالي ذدت وشربها حلالي يا الغالي Cordial se consiste de Sami, pianiste, Hakim, guitariste, Aziz, on ne le voit pas, il est caché, Aziz, chanteur, Mehdi, percussionniste, oh, Fatah, on ne le voit pas, je pense que Fatah, violoniste, très bien, Abdo, bassiste, et on ne voit pas toujours le batteur là. Voilà, très bien. Sofiane, le batteur. Bon. Reda. Ah, ah, Reda, bon. Reda, c'est. Reda, pianiste, quoi. Qui participe, qui. Bon, arrangeur, je pense que. Je donne une couleur, juste une couleur pour. Oui, pourquoi pas, voilà. Cordial veut dire respect, amitié. Bien, la rencontre du groupe, bon, ça a été toute une histoire. Il y a eu une proposition par un ami qui m'a dit pourquoi pas faire un truc shabby. Auparavant, je connaissais Hakim, guitariste, Sami, Fatah, un amour, un petit bijou à nous. Le groupe Cordial a commencé, en fait, ça fait juste une année et demie, disons. L'amitié, c'est une amitié, disons que c'est une amitié plus qu'une amitié, je ne peux pas dire amitié. C'est un truc de famille. La musique shabby m'a vraiment envoûté, quoi. M'a donné un nouveau souffle, un nouveau, je dirais, un nouveau. Je sais pas moi. Un deuxième souffle, je dirais. Bien, un deuxième souffle. Voilà. Grâce à. Je dis chaque personne a participé à donner l'ensemble en fait. Un style. Non, je pourrais pas donner un style. Je dirais que c'est notre musique revisitée. Qui a été créé, qui a été composé dans les années 70, revisité dans le 2014, moderne, voilà. C'est Kahara, très très belle découverte. Bon, comme le groupe Cordial. Le groupe Cordial, en fait, le concept, le groupe Cordial, mal limité en 8 musiciens. C'est un band, Marhaba, Bli, Jabou, Jabel Kher.
شغل بلي بيج باند تاع الجاز لا لا ماشي هكذاك برك بينج باند حومه بيج باند حومه شفنا بلي هضرنا على الجاز كي دي سونوريتي جاز وهي كمان ان ستيل اون ريشيرش اونتر لا ميوزيك شعبي تاعنا منسيه فوالا تو سامبلومون كاين دي تام شغل انا كي سمعتهم نسمعهم شغل حومه هكذايا يسمعوهم Pourquoi pas revisiter Adletam ou rendre hommage Difficilement reconnaissant, mais c'est une reprise. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça m'a donné à l'ouïe, on a fait que entendre de la musique et rendre hommage à, aux gens. Les... Mais c'est une reprise, ouais. Une chanson chabir, une chanson de Mahboubati. Mahboubati, Allah yarhamou. Quand tu as justement le débat autour de la chanson chabir, de la modernisation de la chabir, شفت انا في يوتيوب نوتامون باك في التلفزيون جات تختار لو بريس تاع الورقه داروها الجروب داي اللي بالك قرب ليكم ميوزيكالمون جروب داي اي زون روسي واحد الكريتيك صادير تاع علاش تمسوا حاجه كيما نو 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 انا نقول هذايا وكان ما كانش هذاك الجون اللي يمس انا باغ اكزومبل لو جروب هذاك فلاشيت فيه في اون ايميسيون قيلا تيلي جاز وهكذا قلت هذا الجروب حيديروا حاجه وعلاش تو سامبلومون الزوز تو سامبلومون عندهم لامور تاع لا ميوزيك واحد اللي يجيب لامور تاع لا ميوزيك جو بونس كي فا فير بوكو دو تروك ماشي غير حاجه مي جينيرالمون كاين اللي يقول لك الشعبي فو با توشي سي تروك سي ساكري نو 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 ما عندناش نمسو في القران ولا تو سامبلومون سي دو لا ميوزيك ميم عبد الله شغل ميم لي جون دروك على الشعبي بقينا غير في الشعبي تاع بكري ما كانش دي جون بارلون بالك قلال هما اللي يلعبوا شعبي مي بالهضره هذه تاع فو با توشي باترينا نو انا كان باغ اكزومبل بالك لي جون ما نقولش انايا بون كان باغ اكزومبل محبوباتي او عايش وعاودوا باغ اكزومبل سمع دي جون لعبوا ان مورسو افيك ان نوفو ميم كان يعاودوا كيما لعبوا يقول لهم علاش درتوه كيما درتو انا دونك عطيو لا نوفو مي هو ديجا الى في انترودوي دي انسترومون نوفو في لا ميوزيك الشعبي يعطينا صح اللي تي بور اللي كان اللي وقفوا له ضد على كل حال في وقته ثاني اي بصح هذاك الضد هو اللي يدير بيان سور اللي يخليك يدير ويلزم واحد يوقف ضد سمع انا بتيت جو سوي داكور ان بو شويه مع محي الدين نقدر نقول باللي ما كاش سي فغي ما كاش لا غولاف علاش ما كاش لا غولاف تاع الشعبي في الجزائر علاش نقعدوا دائما غير في القديم وناخذوا دي ريبريز ونعاودوا لهم وندير لهم دي شغل على حسابكم انتما باغ اكزومبل لا ميوزيك تاعكم كومبوزي وي بوركو يا با بوركو يا با سي دونك انا كومبوزي مورسو نخرج ونقول كومبوزيت مورسو داكور بصح كي نتفكر بلي محبوباتي يا كومبوزي جو بونس 3000 تيتر ولا ما باليش شغل نولي بزاف قصايد تاع الشعبي بزاف نولي صغار بزاف بصح محبوباتي الى كومبوزي وين راهي لا غولاف نقعدوا غير في محبوباتي دونك هذا الجيل اللي يروح نزيد جيل واحد اخر نقعدوا غير في محبوباتي تو سامبلومون اون اساي دو فير دي بتي تروك مي بصح اون لونس با كوا تما باش نلحقوا في هذاك النيفو اللي داروا هما نو جامي مي فو اسايي بور اون دون تما حنا لو فلامبو اون دون دونك مرحبا باللي جابوا جاب الخير tout simplement les projets tel groupe cordialien tu vas t'adresser qu'à Yannis les projets je veux savoir en fait rana tu manager tel groupe exactement tu as déjà je dirais exactement je fais un reportage Reda c'est l'arrangeur compositeur tel groupe ou le groupe en fait juste pour préciser c'est ماشي les musiciens qui m'a parlé 10 c'est un atelier de musiciens tu vois d'accord genre c'est vaste ou donc ça dépend de l'événement, s'il y a un spectacle, 10 personnes, s'il y a un petit concert, 4 personnes. Ça dépend. Manager ça, je t'ai blé. Non, en fait, Google le groupe, c'est des jeunes. Parfois, on va finir la session, donc on chauffe, parce qu'il y aura un live dans le groupe. Voilà. Et ça rentre dans les projets. Avec le live, vous allez entendre, c'est un morceau. Il va être tourné en clip. On va faire un clip bientôt. Oui. En fait, ça va être une exclusivité en direct. Exclusivité système des aides, ça fait plaisir. C'est un titre, vous aurez l'extrait, un extrait du titre Hadak en exclusivité. Voilà. C'est gentil. Et un album pour bientôt ou là... Pourquoi pas, oui, dans la continuité. Là, je l'ai ouais. Dans tout des scènes, parce que là, on vous découvre, c'est-à-dire, ma... est-ce que c'est déjà fait des médias est-ce que... Médiatisé, le groupe, non, on n'a pas été médiatisé, mais. Avec toujours bien fait d'art, on répète, on laboure la musique. C'est dommage. C'est dommage. Je dis bien, on bouge bzaf le truc média, mais pourquoi mais pas là, on a essayé un système des aides. Ouais. Alors, on a essayé. Vous avez choisi la bonne émission. C'est bien.
qui a fait le lien, voilà, lien binatcom ou binatna oui amadé les nchkrah une seconde fois le caméraman tana avec l'amin يخلف parce que ولي découvre les talents avec on est tous des découvreurs de talents pourquoi pas ça sert à ça aussi des émissions de télévision chérie باش نقول راح de découvrir des talents nous dans le groupe parce que les شفناه غنا في فهاد لو سوجي تاع وي امادي ايفيدامون ما كانش اليوم وسقسيناكم حنا كيفاش جيتو عزيز الشونتور كان عنده اون سيمان ملي بدا معنا الى تما الى بري لينيسياتيف باش يولي مع الجروب كوم ديالو سمعنا مو جو بروبوزي تو دي ميوزيسيان شونتور با ميوزيسيان شونتور اون اي دي ميوزيسيان تو سامبلومون فوالا جو ديري بيان دي ميوزيسيان اون في دو لا ميوزيك اون ايم لا ميوزيك Mais qui chante dans le groupe? Dans le groupe, tout le monde connaît. Voilà. Par exemple, on a Aziz, le chanteur principal, ou on a des couleurs. Je dirais des couleurs. كيفاش افونتاجيتو الادب ايه باسكو بالادب اللي جيل سان كومبليت اللي جيت غنى ما تزعفش يعني باسكو نو سولمون ماشي صح خلصت الحصه باسكو مازال لو سون دي جور تاع اليوم وجينيرالمون كيكونوا دي جروب هما اللي يديروا لنا لو سون دي جور تاع اليوم سا دوفيان لي لايف سيستم دي زد لي لايف سيستم دي زد سي اون اكسكلوزيفيتي بور سيستم دي زد لو جروب كورديال توت سويت يعطيكم الصحة
composition originale. Oui, exactement. Yanis, hein? C'est les paroles, la mélodie, Hakim, et l'arrangement, c'est Reda. Voilà, super chanson. Ousma, mais Ousma, je suis Hakim, il dit que Ousma. Gher Anawiyak. Voilà. Gher Anawiyak. Voilà. Vous avez fait le titre. Exactement. ما زال ما تفهمناش عليه بس قلت يا كذا غير انا ياك ولا حكيت لك عشان كانت هذه سونتيتر ان الاولى سونتيتر ان كيما في الاورديناتور كي تكري الدوسي سونتيتر ان كانت بهذه اغنيه كيفاش غير انا وياك تاع الجروب كورديال ان نون دو جروب ا روتونير ميرسي بوكو ليكيب يعطيكم الصحه خلونا الاقتراحات تاعكم في لاباج فيسبوك قولوا لنا واش تخدموا في الجروب كورديال اللي راكم حابين تزيدوا تشوفوهم في سيستم دي زاد كاين لو ديفيزيون تاع ليميسيون على الساعه طانيشه ليلا احنا نتلاقاو غدوه نفس المكان خلونا الاقتراحات تاعكم في لاباج فيسبوك ثاني قولوا لنا بلي احنا شابين وما تسبوناش باسكو والله ما احنا اللي كلنا البلاد خطينا لو ديفيزيون على الساعه طانيشه ليلا غدوه نفس المكان نفس التوقيت اذا حبيتوا وما ما حبيتوش انا هنا باسكو هذا هو سيستم باي باي